العب يا عم براحتك. طبعا هو معايا بس انا سايبه هنا عشان ياخد راحته. وهتعمل حمام ياض بتاعت نظيفة ان شاء الله تحسن جدا. انت عسل. ان شاء الله. دي كانت للتبني يا جماعه ولسه طالعه دلوقتي. العبي يلا العبي ان شاء الله. ده اكل كتن صغيره مش فراخ، يعني اوكي فراخ بس ده اصلا اكل كتن، يعني اكل جاهز بتاعهم. بيبقى حاجه معصوره كده، يعني الكتن لسه بتتفطم. طبعا ايه دول موجودين احتياطي، بيكون الاكل ده اصلا يعني اكل جاهز اصلا ليهم. تمام. لا 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 بالراحة عندك هنا اهو. انانية عندك. يلا هنا هنا هنا. زي ما اتفقنا الاكل ده مش فراخ مسلوقه، ده اكل كتن مخصوص. تمام. مكتوب chicken with duck. تعال استنى تاخدي دورك. دي بتاعتها طبعا. استني خدي. تعال استني خذي هنا. يلا طيب خلاص دي خليك انت هنا. تعبت خلصتي؟ ماشي. كل واحد واحدة طبعا، كل واحد واحدة. دي بقى بتاكل مش بترضع، بتاكل اللبن. هو عايز ايه؟ بص للناس، بص للناس، بص للناس، بص. شو دي بتبرق ازاي؟ يلا لا 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 ما تضربهاش. راح طبطبي عليه، طبطبي عليه. استنى قطعتيها. يا خبر ابيض. بص شايفين قطعتيها ازاي؟ قطعتيها. دي زنانة ودي شرسة. لفوها لفوها لفوها. احنا خلاص عرضنا للتبني، احنا عرضنا للتبني. مين بقى يكمل؟ ماشي. ايوه هو ما شاء الله، شوفوا بيقاوم ازاي ده كده، ما شاء الله صحته كويسه. يلا اللي عايز ياخد تبني يكتب لي في التعليقات عشان ادوله. ان شاء الله يكمل المشوار بقى ويراعي. يلا باي.